سفرة إلى اليابان. أما هون الكرسي هذا اللي قلته لحنان قبل كده. الحمد لله راحت مني أنا راحت مني. هو إيه؟ بركي بيرجع صوتها مش قبل يرجع صوتها. صراحة ما لي نفس كملها. وأنا كمان. أي نفس. لا أرحم. خبرينا شو انجزتي بالغنية، يعني شو صار معك؟ انا السؤال بس سالته لحد دلوقتي حوالي 20 مره. لازم تقولي زعلانه لحس معك لانه مش معقول عم تضحكي وبدك تخبريني خبريه انه هالقد ادائك عاطي. زعلي شوي، زعلينا معك.
هيدي شو اسمها شو هيدي؟ ايه؟ هيدي شو هيدي؟ هيدي شو هيدي؟ ما عنديش تعليق والله على نفسي. عن جد؟ يعني أنا امبارح الأول ما أخذت الأغنية ويعني كان عندي شوية مشكلة في الطبقة، كنت حاسة عالية. شو بها الطبقة؟ وشوية كانت في الأول عالية عليا. عالية؟ في الأول فنزلتها وبرضه ما ارتحتش. منها عالية أبدا حبيبتي. أنا طول الوقت كنت بزعق مش بغني يعني. شو بطولة إياها يعني؟ كده وطي خلاص مبسوط. فهمتيني على الطبقة؟ وبرضه طبقة بيرفكت بصراحة. بس أنا يعني حاسة إني ما كنتش مرتاحة في الغنى، كنت حاسة إني بزعق طول الوقت. بس مش وحصل لي يعني بمنتهى الصراحة، أنا صريحة مع نفسي. بقالي دلوقتي ثلاث برايمات بطلع قبل الغنى متوترة بطريقة مش طبيعية، ما كنتش كده بصراحة. وما أعرفش إيه السبب ورا ده، بس بحاول أظبط كل مرة أحسن. طيب بحلك أنا. هيدا مش مغنى، هيدي اللي انا بعرفها يعني. كسرتي لي حلمي، انا بحلم تنجح هيك يعني بنبسط. كسرتي الحلم واحد. والابشع من هيك انه انت بتغني ومتمرسه وبتعرفي انه وقت الموسيقى تصير بيانيسمو تنام، يعني الموسيقى واحد ما بيضل عم بيغني فوق، بده ينام يعني كمان مع الموسيقى. هالنيوانس انت كنت ملكي فيهم. توتر، هذا التوتر بيعمل فيك هيك ما تطلع على المسرح. مش هيك بقول لي؟ شو فيك في الساحل الشمالي؟ حلو منطقة، شو اسمه المناطق هونيك حلوة؟ في غردقة، في مارينا حلوة. لا الساحل كده واسكندرية. السخنة حلوة برضه. الجونة، الساحل الجنوبي. سخنة جامدة جدا. سخنة؟ سخنة ومسقعة. العين السخنة والله حلوة. العين السخنة، اوكي. كنا عامل تريب كلنا سوا.